حاضر عمي عمي، احنا كمان تعال نعملها قوي. شو ظريف كثير، طول عمري حاسه اني يتيمه وحيده، فجأة يطلع لي عم حبه وانتهى انسانيه. يعني ما فهمتي منه امتى بده يروح؟ امي ان شاء الله وطي صوتك هلا بيسمعك كثير حلوه، بعدين فرحان اني كلها ثلاث ايام بدي ركب له الجهاز. الله يخليك امي كرمالي امي. تفضل عمي. قلت شيء ما سمعت؟ السكر. مبسوط كثير ماني معكر. نفس الدم خليني تروح ما معه. الله يعينك على هالوعه. امي ان شاء الله وطي صوتك كرمال الله، الله يخليك امي، كلها ثلاث ايام بروح يتحملي كرمال. هي هي طولان، وين رايك؟ وين رايك؟ وين رايك؟ شو طولان؟ بقيان عندي مادتين بدي اعرف قدمهم. وين معنى؟ المعنى البيت ما بيندرس فيه، رايي ادرس عن تيسير. لك ابني مو قاعد انت باوضتك مسكر لي الباب وفاتح لي الشباك وعامل لي الاوضه ستيريو. هلا امي انت ما بدك كاني انجاز؟ امبلا انا اللي مسجلش مشغلها، مو شغلتي على صريخكم. امي وطي صوتك انت ويا لفوه، هلا بيسمع بقى، بعدين خليه يروح هو راسه براسه. تسهر ابني بكره بتشوفي. روح بس بقى. لك انت السبب، انت السبب، لك ليش ما بيروح لعنده؟ امي وطي صوتك هلا بيسمعنا. يا سمر يا كنتي روحي كنتا كنتا كنتي يا عمي. شو صار؟ نعم المي بردت عمي. ما سمعت عمي شو قلت؟ ليك يا عمي شو طرشتي؟ المي بردت. نفس الدفى خفيف مو معقول. يا سلام طلعت التفاحة اسلموا. ولا تفاحة احمر بتحبوا ابي؟ اي والله. فوق يا بيقول فوق. قلت شيء ما سمعت؟ كل تفاح مرتاح مرتاح كثير كثير مرتاح. بكره بس تركب له جهاز السمع بصير يعرف تفاح من مرتاح. قومي حطي لي قبل ما يخلصون. شو قلتي مرت عمي؟ ما سمعت؟ يا الله يرضى عليك ما قلت شيء. هلا كلكم ما عدتوا سمعتوا. شو قلتي امي؟ شوفي مرت عمي كلي كلي تفاحات وزراف كثير. من ايد ما نعدمها اشري لي راح يخلصون. أنا بأشر لك مرت عمي أحسن تفاح من الشعلان. تعيش وتجيب. مين أبو نجيب؟ مثل ما قلت لك رويدة خانه مكتوب مبين من عنوانه. لك صحيح نحن مو بعيننا، لا طلبنا لا أبيض لا أسود، الحمد لله الله كافينا نشكره ومنحمده. لا لا ما منهتم بيك شغلات ابنه. لا بس الحقيقة الواحد ما بيقدر إلا يلاحظ. لك فات علينا وصل طم غم بقامته وسلامته، استحى يحمل بإيده كيلو حلاوة الجبن كم مش عيبية مجمع حلاوة سمسمية. لك أختي حمص مليانة من هالأشكال ما بتكلف شي. مثل ما بيقولوا الإيد الفاضية من اتنين، عين الله عليه هو ولا ابنه. تقبريني رويدة خانم من شابه أبا ما ظلام. امي حاج تحكي بقى. بك روحي من الشابه امي. خصوصيات هي خصوصيات. لا مو خصوصيات شغلات هيك يا عمي. قديش انه خاطب هالبنت؟ خمس ست شهور هو فايت طالع علينا وعامل لي عريس لنا. اي ما شفنا منه الوتكي. لا يا ربي في اخره. ليش الكذب؟ الله يلعن الشيطان وغضبه. بزمانه ها بزمانه اول ما خطبها اشتهى لنا شويه فلافل كم رز كمان جاب. لك من يوميتها ولهلا. شو قلتي؟ اشلون لك؟ صار له عنا خمس ايام اكل شارب نايم. لك اختي شو بدي اعمل كرمال هالبنت؟ بس يا حصرتي عليها حظها معتا محمي على قلبها مو شايفه وين مصلحتها. لك اتركوني بقى روح افتح ولا روح. حاضر. نجي 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 تقبر عيوني. الهي طالع لابوه دمه خفيف لو شفتيه شو سوا. يا الله
يقول المنفلوطي مظبوط يا ساعتون، يجب ان يكون احسن شيء ضربتي. لك شوفي شبك عند الصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شبك شو صار لك؟ قلتي شيء؟ ما سمعت. رح ساوي لك فنجان قهوة مشان تعرف تقرا لك كلمتين وتصحي لي راسك، بركي الله بيوفقك بالفحص. قلتي شيء؟ ما سمعت. أنست وشرفت، الله يعيننا ويصبرنا. يلا سابقتك انا لعند ابو محمود السما. يلا امينة عجلي لك شوي خلصيني. عجلين سوا امي. ايه. ما عم يزبطوا شعراتي. خلصيني هلا بلا شعر بلا بطيخ. عمي فرحان جاي. ايه ايه الشام حلو كثير. مو معقول، قصدي اقول لك انه الشام خربطني، قصدي اقول لك انه فرحان جاي. قلت شيء ما سمعت. لك بنتي ما رح يفهم عليكي اطراش. لا لا ماني اطراش، انا بسمع. اكتبي له ورقه احسن من هالصريخ، ما رح يفهم عليكي. مضبوط الحق معي، فكره كثير كثير ظريفه. امي استني على مهنيك، على شو مستعجله؟ ما في بس كربينتي. امي رح اكتب له انه نحن رح نترك الباب مفتوح افضل، مشان اذا اجى فرحان ورن جرس وما سمعه يفوت فرحان ما يبقى واقف على الباب. متأكدة رح ياخده يغديه معه اليوم؟ ايه امي طمني بالك رح يروح مخلقتك. هيك فرحان قال لي. اكتبي لي لأحمد انه نحن مو جايين على الغدا. استني امي ها شو اكتب لأحمد؟ نحن مو جايين على الغدا. لن نأتي للغدا. ربي يوفقه بالفحص، وانه نحن بدنا نتغدى اليوم عند بدرية. عند بدرية خان. ماشي، بدك شيء ثاني؟ ايه اكتبي له ينزل على سوق العتيق يجيب كيلو لحمه مفرومه. ما عندي طبخ. سوق العتيق ليشتري شو؟ كيلو لحمه مفرومه. لحمه مفرومه. ما عندنا طبخ بكره، بدي اطبخ بكره. ماشي امي. حطي له هدول مع الورقه. هاتي. وين حطي له اياها امي؟ بالمطبخ. وين يعني؟ حاضر. اقراها ايه؟ مو فهمان شيء. امي ليش حاطه الورقه تحت المزاريه؟ نشرت له عليها. مالك شايفتي فاتح لي الشباك وقاعد كانه بقوت ابو شفيق. هلا اذا اجت نسمه هو بتطيرها. شبك خلصيني بقى. يلا امي ضيقانه على رجلي هيك.
خاطرك عمي؟ قلت ايش؟ ما سمعت. امشي. محافظ لي لهالكلمتين. قلت ايش؟ ما سمعت.